السلام عليكم. ماجي كلينيك رأيتها في الفيسبوك، اتصلت في الفيسبوك بعد اتصلت بهم بالمستشار الدكتور محمد، الحمد لله عطاني كاع التفاصيل، عطاو لي كاع شرح لي كل واش كاين واش ما كاينش. الحمد لله جيت من بعد جيت لتركيا، استقبلوني باستقبال رائع في المطار، جابوني حتى الفندق بالسيارة تاعهم الحمد لله. استرتحت مليح، ريحت بالتليلة، ومن بعد بزيام جور رحت الماجي كلينيك، داروا لي تحاليل كل شيء. بعد رحت عاود وليت الفندق، عاود رجعوني الفندق الحمد لله. ومن بعد عاود رجعت دوزيام جلسة الحمد لله، داروا لي تحاليل كيف الحمد لله. ومن بعد عاود ولينا حتى الاوتيل بالسيارة تاعهم. هذا هو خرجت من الفندق وراني رايح ماجيك كلينيك ناخذ الجلسة الأخيرة وهي الجلسة الثالثة. الحمد لله والأمور كل شيء بخير، لا بس الحمد لله. أنا رايح نديرو تحاليل الدم، الحمد لله الأمور كل شيء بخير والحمد لله. نديرو تحاليل برك ونصيبو. كان استقبال رائع والحمد لله، كان اطباء كان يستناو والحمد لله. ومن بعد الجلسه الثالثه كيف داروا لي تحليل ثالث. ومن بعد الجلسه الثالثه بعد كيما كان الحمد لله. السلام عليكم. عاود رجعوني الفندق الحمد لله. كيف معكم؟ كيف عليك؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله. وهذا هو ماجي كلينيك، فيه الفايدة ما شاء الله الحمد لله. متانت أحمد المترجم، وعندهم متانت أحمد عندهم مترجم، متانت بتقول بات تحصل ولا ما تحصلش، عندهم مترجم ما شاء الله، يديك حتى على الطبيب ويهضر معاه بطني يهضر معاه ويعاود يترجم لك الحمد لله. جات الأمور ما شاء الله والحمد لله. أشكر كثيرا ماجي كلينيك، هائل رائع الحمد لله. ماجي كلينيك في تركيا له كل، ماذا أقول لك، في كلش، كل من ترانسبور، من مستشفى، من فندق، من الحمد لله هائل. الخدمة تاعهم كاع هايلين، ما كحتموا صعوبة معهم، فيه مترجم، أطباء هايلين الحمد لله. واللي يعاني من هذا المرض هذا يقترب من ماجي كلينيك يجد له الحل. هاي الماجي كلينيك، هاي الماجي كلينيك. السلام عليكم.